وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة
خشية وقالوا ربنا
وقالوا ربنا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية خير لمن اتقي والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما ما
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا عالم التلاوة ومصر العالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد. أخوتنا أخوتنا الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.